بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الكهف. أن يعلم المؤمن أن من أعظم القربات حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان باليوم الآخر. والإيمان ليس بالتمني، لكن المرء لو جعل بين عينيه ما يكون من الوقوف بين يدي الله في أرض المحشر بعد أن سمع قول الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يجعل المرء كثيرا مما تزينه نفسه له أن يقع فيه يحجم عنه، سواء كان من ظلم العباد أو من الشهوات المحرمة أو غير ذلك مما نهى الله عنه، كما تجعله يبادر ويسابق ويسارع في الخيرات رجاء أن تثبت قدماه يوم العرض على الله تبارك وتعالى. ولا ريب، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، أنه ما من موقف أعظم مثل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة اللهم سلم سلم، ويقول نوح وآدم وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم جميعا السلام لقد غضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، كل هذا إذا استحضره المرء كثير مما زين له يحجم عنه. وما قد بينا مرارا أنه والله ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من كيفية القدوم والوفادة على الله. وكلما تلبس المؤمن وأكثر من عمل من الصالحات غالب الأمر أنه يختم عليه به فيفد على الله جل وعلا بهذا العمل. وهذا الأمر يحتاج إلى مطية عظيمة هي النية الصادقة مع الله، والله لا يخذل من صدق معه. وقد كان بعض ممن لم ندرك قبلنا بجيل أو جيلين من مشايخ مشايخنا في المدينة المنورة، أعرف أحدهم رحمه الله مات بعد أن صلى العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة. وأنت تعلم أن هذا المقام جليل، والصلاة التي فرغ منها الصلاة الوسطى والموت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند منبره، كل هذا ليس بالأمر الهين. وقد لو قدر أنه جئنا بشخص مريض يشارف الموت وحملناه بشفاعة أحد الناس ووضعناه عند المنبر حتى يختم له بهذا، ربما يؤجل موته ولا يموت، ويمل حامله فيرده فيموت، وإن كان هذا لا يتعلق به شيء، لكن المقصود هي سرائر مكنونة في القلوب وأعمال صالحة ونور يقذفه الله في قلب من يشاء. لكن العرب تقول ومدمن القرع للأبواب أن يلج، يعني الذي يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. فمن إدمان قرع الباب هنا أن يسارع الإنسان في الإكثار من الدعاء بأن يختم الله جل وعلا له بخير، يكون همه إذا أمسى وهمه أن يصبح إذا أصبح كيف يفد على رب العالمين جل جلاله. ونحن نعلم يقينا أن أحوالنا أعمالنا قلوبنا لا تؤهلنا البتة لشيء من هذا، لكن المعتمد على رحمة الله جل جلاله. جعلني الله وإياكم ممن يمتع في الدنيا متاع الصالحين وممن يختم له بخير.